نبدأ هنا بقى ناخد examples of flavors. تمام. طيب بصوا بقى الأمثلة بتاعت الليفرز. تمام. أمثلة الليفر عشان نعرف أمثلة الليفر لازم نعرف أدور على إيه. أنا لازم أدور على أول حاجة على ريجيد رود، صح؟ يكون فيها إيه؟ إيفورت وفولكرام وإيه؟ ريزيستنس، مقاومة. ريزيستنس. تمام. يبقى ريجيد وفولكرام وإيفورت وريزيستنس. مين مش فاهم؟ فاهم؟ طيب جيت أشوف بقى ده السيزر بتاعي. تمام. هو ده ساق صلبة ولا لأ؟ صلبة. طب النقطة المسمار اللي في النص ده شايفينه؟ فولكرام. تمام. انا هنا بعمل قوة عشان اقص إيفورت، والحاجة اللي انا بحاول اقصها بتقومني ريزيستنس. يبقى ده اكزامبل على الليفرز ولا لأ؟ اكزامبل. طيب تعالوا نشوف النات كراكر كسرت البندق. تمام. طيب هنا دي كده ريجيد رود ولا لأ؟ احنا قلنا ان هي ستريت اور كيرفد. تمام. دي كيرفد. تمام صح كده؟ انت مستوعب؟ طيب فيها هنا مسمار مثبتها اسمه ايه؟ فولكرام. تمام. انا بحط البندقيه اللي عايزه اكسرها هنا. تمام. يبقى هي هتعمل ايه؟ لا هي هتعمل ايفورت. انا اللي بعمل ايفورت، لكن هنا ده هنا البندق بتحاول تعمل ايه؟ مقاومة. ريزيستنس. وانا لما بضغط كده بعمل ايفورت. بقى فيها كل حاجة تخليها فولكرام ولا لأ؟ إيه عفوا ليفرز. طيب لو جيت مسكت هنا كده الهولدر ده الايه هو مثلا عندكم في الكتاب كاتب لك سويت هولدر، وكاتب لك الايس هولدر، وكاتب لك الكول هولدر، ماسك الفحم، ماسك ده بمسكه بيه سكر. تمام. هنا ده وانا ماسكاه كده هو ريجيد رود ولا لا؟ ساق صلبه ولا لا؟ ساق صلبه. الجزء ده مش مثبت الساق في بعضها، يبقى ده كده يعتبر ايه؟ فولكرام. وانا لما هدوس من النص كده هعمل ايفورت، والحاجه اللي همسكها تعمل ايه؟ بقت كده فولكرام ولا لا؟ طب كويس. ليفرز. ودي مثلا نفس الوضع. انا عايزاكم بقى طول ما انتم في البيت بتاعت البيت او لا، ده مش عايزاكم بقى في الامثله دي، عايزاك تدخل البيت كده تلم الماما المطبخ كله وتقسمه لها، ده فولكرام وده لا. تمام. دي كده اللي هي بنحط فيها البيض. تمام. هي دي كده ريجيد رود ولا لا؟ ساق صلبه ولا مش ساق صلبه؟ ساق صلبه. تمام. طيب النقطه اللي مثبتاهم في بعض دي اسمها ايه؟ ايوه فولكرام. لما بحط انا هنا البيض عشان اقطعها بتعمل ايه؟ بتعمل ريزيستنس. وانا لما بدوس كده ايفورت، يبقى دي كده فولكرام ولا مش فولكرام؟ عفوا ليفر ولا مش ليفر؟ ليفر. تمام. اي حاجه ينطبق. ايه دي بقى؟ يميز. دي اللي بنقطع بيها البطاطس. تمام. هنا دي كلها مكنه حلاقه. بس غرفت برضه. لا دي نقطة. بصوا بقى دلوقتي لو انا عندي هنا دي كده ريجيد رود اهي، ماشي اهي ماشي. طيب انا لما همسكها من هنا كده هبقى انا هنا بعمل ايه؟ بايدي كده بعمل ايفورت، صح؟ تمام. ساعة ما هحطها مثلا ايه، هقشر البطاطس اهي، النقطة اللي هثبتها عليها كده عشان ابدأ تقشير تبقى ايه؟ فولكرام. الله ينور. والبطاطساية اللي بقشرها بتعمل ايه؟ ريزيستنس. عملت التلات حاجات ولا لا؟ عملت التلات حاجات اللي انا محتاجاها. فين الفولكرام؟ الفولكرام هنا النقطة اللي انا حسند بيها على البطاطساية، النقطة اللي انا هثبت العصاية. مش احنا اتفقنا ان فولكرام يعني نقطة ارتكاز،
يبقى النقطة اللي انا هثبتها على البطاطسية هي نقطة اللي ما بين ما بينها وما بين البطاطسية دي، هي مين؟ فولكرام. بقى فيها الثلاث حاجات، انه هي في الاساس ريجيد رود وفيها ثلاث حاجات اللي هما فولكرام ريزيستنس ايه افورت. ساعتها اقدر اقول على دي ايه؟ ليفر. تمام. يبقى دي من الاكزامبل اللي عندي على الليفر. يبقى دي ايه؟ اكزامبل اوف ليفر. دي ايه؟ اكزامبل اوف ليفر. طيب يبقى انا عندي في حياتي حاجات كتيره من الاكزامبل اوف ليفر. قال لك يبقى انت لازم المفروض ايه تقسمها. تقسمها هاخد لا تايبس اوف ليفر. قال لك هنقسمها لتلاتة على حسب مين في النص. هقول لك مين في النص. مش انا عندي ثلاث حاجات بتكلم عنهم، فولكرم ولا ايفورت ولا الريزيستنس. لقيت عندي حاجات، تمام، لقيت عندي حاجات فيها اللي في النص هنا، تمام، فولكرم، وفي حاجات هيبقى عندي اللي في النص ريزيستنس، وحاجات اللي في النص ايفورت. تمام. هقول لك ازاي. بص يا سيف، انا دلوقتي لما امسك المقص ده مين في النص هنا؟ فولكرم. يبقى هنا هقول الفيرست تايب، الفيرست تايب فولكرم، هسميها الفيرست كلاس ليفر. الفيرست كلاس ليفر هسميها ايه؟ فولكرم. اللي في النص هنا ايه؟ فولكرم. الفولكرم هتاخد رمز الاو، الريزيستنس هتبقى رمزها ار، الايفورت هيبقى رمزها اف يعني فورس. تمام. طيب فيبقى انا هنا عندي الفيرست كلاس ليفر مين في النص؟ الاو، وهنا الاف والار. اكزامبل عليها المقص اللي قدامنا. انت معايا ولا لا؟ فاهم؟ طيب اشرح لي كده ازاي دي، ازاي دي ليفر؟ ليش ماشي؟ عشان في كيرفد هنا. لا مش عشان كيرفد، عشان ايه؟ ما هي ممكن تكون ستريت او كيرفد. عشان في فولكر، عشان هي في الاساس كانت ريجيد رود وفيها كمل. عشان كل واحده من دول ريجيد رود. تمام. وفيها ايه؟ كيرف. مش شرط كده. فولكر، فولكرم اول واحده، وانا بايدي لما بمسكها بعمل افورت، اي فورت، ريزيستنس. ولما باجي اقص بيها حاجه بتعمل ريزيستنس. لقيت فيها الثلاث حاجات دي صنفتها على انها ايه؟ تايبس اكزامبلز اوف ليفرز. الليفرز. تمام. مين في النص؟ فولكرم. ساعتها نصنفها ان هي ايه؟ فيرست كلاس ليفر. فيرست كلاس ليفر. خلاص. اكزامبل عليها سيزر. ما هو انا هنا بدل ما اقعد اكتب ايفورت كامله، ريزيستنس كامله، فولكرم كامله، عملنا رموز. مش احنا قلنا ان انا هنا عشان افهمك ان ان الفيرست كلاس الفولكرم هي اللي في النص. تمام. اكزامبل عليها مين؟ سيزر، المقص. تمام. طيب لقينا في انواع تانية. تمام. مش الفولكرم هي اللي في النص. لقينا انواع تانية زي مثلا النات كراكر هنا. يلا يوسف، مين اللي في النص؟ الفولكرم. الفولكرم في الاول. مين اللي في النص؟ الريزيستنس. دي الريزيستنس. برافو عليك. طيب كده الايفورت اخر حاجه. برافو. يبقى انا هنا عندي هقول ان السكند كلاس ليفر. تمام. السكند كلاس ليفر مين اللي في النص؟ قلنا ريزيستنس. يبقى انا هنا هقسمها على حسب مين اللي في النص. يبقى انا هنا عندي هنا ريزيستنس، فولكرم، هنا ايفورت. يبقى لو شفت اي حاجه بالمنظر ده ان فيها الريزيستنس في النص، يبقى على طول. بص حبيبي، انا هنا عندي ده المسمار اللي مثبت النات كراكر. ايوه المسمار ده فولكرم. تمام. وانا هنا بحط البندقيه وبعمل قوه هنا، يعني انا هنا بقفلها كده بايدي جامد عشان خاطر اكسرها، صح؟ البندقيه اللي بحطها هنا دي بتعمل مقاومه. يبقى الريزيستنس يبقى فين الريزيستنس؟ في النص. واحنا قلنا ان احنا بنقسمها على حسب مين اللي في النص. بس برضه الفولكرم كده، الفولكرم في النص.
طب بص بص هات صفحه جديده كده هشرحها لك تاني. انت اشتغل معايا محدش يرد غيره. يلا يا سيف. دي مين؟ دي فولكرم. فولكرم دي مين؟ صح. انا هنا بعمل بي دي ايه؟ ايفورت. بقى مين اللي في النص؟ فهمت كده؟ طيب اكيد اصنفها ايه بقى؟ ما هي ليفر لكن انه كلاس سكند كلاس. يبقى هنا في السكند كلاس ليفر، السكند كلاس ليفر عندي الريزيستنس ايه؟ الريزيستنس فين؟ الريزيستنس هي اللي فين؟ ان ذا ميدل بتوين فولكرم اند فور ايفورت. ايفورت ايفورت تمام. المثال اللي عندي النوت كراكر. النوت كراكر كراكر تمام. النوت كراكر معايا؟ طيب تعالوا بقى هنا نشوف. ما بقاش فاضل غير الثيرد كلاس ايفورت. اكيد هتبقى الايفورت هي اللي في النص. يبقى هنا الفورس وهنا وهنا ار. بصوا لو جيتوا مسكتوا ده ده كده مثلا الهولدر ده، تعالوا نشوف. ماشي تعالوا امسكوا طحن. بس لو انا جيت مسكت دي بقى، الحته دي اسمها ايه؟ خليني اشرحها هنا. الحته دي اسمها ايه اللي مثبته الاثنين في بعض؟ يا سلام. برافو عليكي. انا غلط. انا هنا لما بدوس بايدي بعمل ايه؟ بعمل ايفورت، والحاجه اللي همسكها بتحاول تعمل لي ريزيستنس. مين اللي في النص؟ لما يكون مره بتتقلب على حسب الحاجه اللي احنا ماسكينها. بتتقلب ازاي يعني؟ هو كان مش اللي قبليها كانت دي كانت الريزيستنس اللي في النص. اهي. طب ليه دي ما تبقى زي اللي فوق؟ تبقى زي اللي فوق ازاي؟ ليه ما نصنفها زي اللي فوق؟ تصنفها زي اللي فوق. طب احنا قلنا هنصنف على حسب مين اللي في النص صح؟ ايوه. يعني لما يجي لي سؤال هيقول لي هيعمل لي اسم الادوات دي، هيجيب لك اسم الادوات. مثلا هيقول لك ايه؟ ممكن يجيب لك اسم حاجه انت مش عارفها، ما انت مش هتحفظهم. انت هتفهم المبدا، والسؤال لما يجي لك انت هتتخيل شكل الحاجه اللي قدامك. يعني مثلا لو جاب لك سؤال زي ده، دي هو بيرسمها لي في السؤال؟ لا ما بيرسمها لكش، بيديني اسمها وخلاص. بيديك اسمها وخلاص. ممكن تحفظ اسمها؟ يا سلام. يعني ايه مش حافظ اسمها؟ لو في اسم جديد او مصف زي مانوال بروم ماشي هتبقى عارفهم. ما تعرفش يعني ايه مانوال بروم؟ تعرفش يعني ايه مكنسه؟ مقشه. يبقى اسال اخوك اللي في جونيور 4 هيقولها لك. يعني سويسريس ايه؟ سويسريس. لا هو انت ناطق حاجه غلط. تويزريس. تويزرز الملقاط اهو. الملقاط بيبقى حاجه شبه كده. تمام؟ طيب ثواني بس خلينا خلينا بس الله يبارك لك في زميلك. انت كنت بتسالني يعني لو لفيناها كده او لفيناها كده، يعني قصدك ان هي كده ان هي كده. زميلكم متلخبط من حاجه، بيقول لي طب ما هي كده فولكرام فورس بعدين هنا ريزيستنس. زميله بقى بيقول لي طب لو انا عملتها كده مش ده قصدك؟ طيب مين هنا؟ مين هنا؟ فورس. مين هنا؟ ايفورت. ريزيستنس. طب وفي الامتحان هيقول لي باني شكل ولا انا هحطها على هنا؟ ثواني يا ابني ثواني يا ابني. هنا ومن هنا ايه اللي في النص؟ ثواني يا ابني انا هنا بسالك مين اللي في الاول ومين اللي في الاخر ولا مين اللي في النص؟ طب قلبتها كده ولا قلبتها كده؟ اللي في النص بيتغير؟ لا طبعا. طب انا هنا مسكتها كده او مسكتها كده؟ اللي في النص هيتغير؟ لا. فهمت؟ عشان كده احنا بنحكم على حسب مين؟ مين اللي في النص. فيبقى انا هنا عندي الثيرد تايب الايفورت بين ريزيستنس اند فورس. المثل بقى المثل. اما تيجي بقى ايه المثل الاكزامبل يعني اسمه المثال. مثل ايه؟ مثل ده اللي احنا بنقوله واحنا بندي مواعظ. ماشي بصوا مثال. مثلا عندك هنا زميلنا لما سال عن الايه التويزر.
تويزر اللي هو الملقط اللي هو زي ده، او الكول هولدر ماسك الفحم، او الايس هولدر. هولدر يعني ماسك. إيه هنا عندكم حاطين لكم بدلها البوتل اوبنر، فتاحة الكوبايات. تمام، فتاحة الازايز معايا. تمام، هنعرف اي حاجة من دول لما تجيلي ازاي بقى. هقول it is a type of liver. تمام، لو قالك عن الفيرست قول in which fulcrum between resistance and force. طب لو قالك السكند هتقوله it is a type of livers in which ال resistance between force and fulcrum. لو قالك الثيرد هتقوله it is a type of liver in which force between resistance and fulcrum. فهمتوها؟